واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش تكثيف جولاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية التي تلقى إقبالا خاصا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع مناطق المملكة، وذلك للتحقق من صحة العروض الترويجية والأسعار. الزميل طلال نايف قام بالجولة مع إدارة التفتيش ووافانا بالتقرير التالي. لضمان عدم استقلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين قبل فترة العيد، كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية في أماكن متفرقة منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف الأسواق والمحلات التجارية المختلفة بجميع مناطق البحرين للتحقق من الأسعار المعروضة حاليا في الأسواق، إلى جانب التأكد من عدم التلاعب بالأسعار وخصوصا السلع الأساسية التموينية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها. بحسب توجيهات سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، احنا اليوم نقوم بالتفتيش على المحلات التجارية والأسواق للحد من التلاعب من الأسعار والسلع. احنا جولة تفقدية لضبط المخالفات والمخالفين، نتأكد من قيمة الأسعار عشان نحد من التلاعب في الأسعار. فاحنا دورنا اليوم بحسب توجيهات سعادة الوزير لازم نتأكد، خصوصا عندنا مناسبة اللي هي عيد الأضحى المبارك، لازم نتأكد من الأسعار وذي، في لأن مستهلكين يجون يستخدمون السلع وذي، فلازم نتأكد من الأسعار. احنا اليوم موجودين في أحد المجمعات التجارية للتحقق من كذا محل، نشيك عليهم أن ما يكون هناك في اختلاف في الأسعار، ويوجد هناك فرق أخرى في أسواق أخرى لتغطية أكبر عدد من الأسواق. هذه الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة التفتيش تأتي كجزء من خطة عمل متكاملة، والتي تنفذها دون توقف لمراقبة الأسواق بكل عناية على جميع السلع المتواجدة في الأسواق. الحملات التفتيشية لن تتوقف خلال الأعياد إن شاء الله، ولحماية المستهلك وأي مخالفة سوف يتخذ الإجراءات لازم إن شاء الله. نقوم بمراقبتها من حيث التزامها بالقوانين التجارية الملزمة فيها هي في السجل التجاري، يعني مثلا نشوف الاسم التجاري هل هو مطابق للاسم اللي تم الاتفاق بين وزارة التجارة وصاحب السجل التجاري، موجود في السجل نفس اللي موجود على اللوحة الإعلانية، وأيضا نتأكد من خلال وجود الرقم السجل التجاري على اللوحة الإعلانية. أيضا نقوم بالحملة التفتيشية من التأكد من أن صاحب السجل قائم على نفس العنوان اللي موجود بشهادة السجل التجاري، وأيضا نتأكد أنه هو ما ترك المحل. في حال أنه هو ترك المحل لازم يقوم بإبلاغ الوزارة، إذا ما أبلغ الوزارة بتركه للمحل هني نقوم بمخالفته لغاية ما هو إيه ويعدل وضعه مع الوزارة، هني نزيل عنه المخالفة. نقوم بالتحقق من الأسعار لجميع البضائع المعروضة في السوق المركزي للتأكد من عدم وجود أي تلاعب في الأسعار. هذا وتستمر إدارة التفتيش بواجباتها التي يلزمها بها القانون لرصد أي مخالفة على الأسواق والمحلات التجارية خلال الجولات التفتيشية، بما يضمن تطبيق القانون ويحفظ مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بتكثيف الحملات قبل حلول عيد الأضحى عن طريق مفتشيها للتأكد من صحة العروض الترويجية لضمان عدم استغلالية المستهلك. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.